السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ هنتكلم النهارده مع بعض في السكشن الثالث من موضوع الخرسانه ثلاثه او استهلاك الخرسانه المسلحه. بس انا هتاكد ان الصوت بتاعي شغال. الصوت شغال. تمام. والمره اللي فاتت بدانا في موضوع السيتوس وخدنا مساله كده بسيطه، والنهارده هنكمل على موضوع المسائل بتاعت السيتوس. المساله اللي عندي فيها صاله 40 متر بالشكل ده كده، في 60 متر، وكان قال لي ان الصالة ديت مسموح بيها بـ interior columns. قال لي كده في المسألة بتاعتي ان الـ interior columns are allowed، مسموح ان انا اعمل أعمدة داخلية جوه الإيه الصالة بتاعتي. أول ما يقول الكلمة دي كده لازم يتفتق ذهني للسيستم اللي أنا هشتغل عليه. السيستم اللي أنا هشتغل عليه مسموح لي بيه إن أنا أحط أعمدة داخلية، فبالتالي الموضوع الكونتينيوس جيردر، إن أنا أحط جيردر كونتينيوس ممكن يشتغل معايا في الإيه في المسألة دي. فأنا هبدأ واحدة واحدة كده. أنا أول حاجة عملتها في اللي أوت بتاعي حطيت الإس بتاعتي اللي هي المسافة بين المين سيستم 6 متر، والسبيسنج ما بين البوستس فرضتها ب 2.5 متر، والمين جردر بتاعتي اخترتها كونتينيوس جردر. دي اخترتها كونتينيوس جردر لان الاسبان بتاعي 40 ايه 40 متر. 40 متر دي ما اقدرش اعملها فريم، مثلا فريم قلنا من 12 لحد 24 متر، لان انا ممكن اعملها، ممكن اعمل ارش جردر او اعمل فرانديل جردر اللي هم من 24 لحد 40 متر، الاسبان بتاعهم اللي شورت من 24 لحد 40 متر. بس الكلام ده لسه اصلا اولا ما خدناهوش، ثانيا انا كده ما استفدتش من المعلومه اللي هو قالها لي ان هو مسموح باعمده داخليه. فانا عشان كده اخترت الكونتينيوس جردر وعملت عندي كاميرا كونتينيوس بالشكل ده كده. السبان بتاعها 10 متر، كل بحر من اربع بحور كل بحر كام 10 متر، وتالي الجزء ده كده ده اللي هو الايه السبورت، ده اللي هو العمدان بتاعتي او الكولمز. بعد كده نبدا اول حاجه بنفرض الامبيريكال دايمنشنز زي بالظبط زي المره اللي فاتت، وقلت بنفرض الجردر السمك بتاعها السبان على 10 ال شورت على 10، يعني على ايه؟ على 12. السمبل هي اللي بتبقى على 10، يبقى السبان بتاعي على 12 83 من 100 متر. انا فرضتها 9 من 10 متر او 99 سنتي. التي قلم قلنا ناخدها بنص التي جردر طلعت ب 45 من 100 متر او 45 سنتي. البلاطه بتاعتي انا عندي الاس بكام؟ 6 متر. 6 متر يعني اكبر من 5، قلت لما اكون اقل من او يساوي 5 بفرضها وان واي سوليد سلاب. لما يكون اس بتساوي 6 متر بنفرضها ايه؟ هولو بلوكس سلاب. عشان كده انا في المساله دي استخدمت هولو بلوكس سلاب. فرضت ان ارتفاع البلوك 20 سم وارتفاع البلاطه الكفر سلاب 5 سم. المين جردر بتاعتي دلوقتي الابعاد النهائيه، المين جردر 40 في 90، قلنا دايما المين جردر والعمود عرضهم 40، القلم 40 في 45، البوست 25 في 25 كل 2.5 متر، الريدج بين زي ما قلنا هنفرض دايما 25 في 40، البلاطه بتاعتي البلوك سلاب سمكها 25 سم اللي هو عباره عن 5 سم كفر سلاب و20 سم بلوك خرسانه. ودي الابعاد بتاعتي. ابدا انا ارسم اللاي اوت بتاعي، برده مفيش جديد عشان كده انا همشي بشكل سريع شويه. انا هنا في المساله دي زي ما قلت ترسم المين سيستم بتاعك 3 او 4 مين سيستم، 1 2 3 4. قلت اول مين سيستم اللي هو ده كده ما بيبقاش عليه اي بوست خالص زي ما هو باين هنا كده، مفيش هنا اي بوست وبالتالي مش هيبقى في بوست. لكن انا هنا في المين جردرز بعد كده هرسم الايه، هحط المين المين احط اسف البوست بتاعتي. قلت زي ما قلت المسافه بين البوستس بفرضتها انا كام؟ 2.5 متر، بالتالي عندي 3 بوستس في كل سبان، 1 2 3، وهنا نفس القصه 1 2 3 وهكذا. الابعاد بتاعتي زي ما قلت هنا 10 متر، وهنا كام؟ الاس بتاعتي بكام؟ 6 متر. اجي احط الابعاد بتاعتي جوه من جدر 40 في 90، العمود ممكن تكتب هنا العمود ده كذا في كذا، المسافه دي 2.5، تحط له بس كده. انت طبعا الهولو بلوكس زي ما احنا عارفين هنعملها ايه؟ هنعملها 1 واي، تحط له بس مجموعه بس ايه بلوكات كانديكيشن كده.
ان دي هيرو بروكسي يعني. وطبعا شايف اتجاه العصب فين؟ اتجاه العصب هنا كده، يعني هي وان واي في الاتجاه ده كده، ده اتجاه العصب وده العصب. فالعصب بيرمي زي ما قلت نص الحمل هنا كده، نص الحمل على المين جردر مباشرة، اللي هو النص اللي تحت ده كده، النص اللي هو ده كده بيرمي على المين جردر مباشرة. طب والنص اللي فوق؟ النص اللي فوق بيرمي على ريدج بيم، والريدج بيم بترمي على بوست، والبوست بعد كده بيرمي على المين جردر برضه. ده بالنسبة لإيه؟ للبلان بتاعي. كده تاخد خط قطعي كده، مش لازم تكمل إيه البلان بتاعك. بعد كده لو بصينا على السايد فيو، مفيش حاجة جديدة، نفس الإيه، نفس الكلام. ارتفاع البوست زي ما قلت قبل كده، ارتفاع البوست المسافة دي كده قلت باخدها كام؟ ارتفاع البوست دي كده قلنا بناخدها الإس على 2، عشان في الآخر تطلع لي الزاوية الثيتا من 20 لإيه؟ 30، اللي هو الرينج اللي أنا عايزه. وأنا فرضتها الإس بيساوي إس بتاعتي بستة متر، يبقى إذا ارتفاع البوست بتاعي 6 على 2 يساوي 3 متر. بس نفس الرسمة بتاع الإيه المرة اللي فاتت، مفيش فيها أي جديد نهائيا، نفس القصة. جديد بس ياحة البلاطة دي كده، بدل ما البلاطة بتاعتي كانت سوليد سلاب كلها، المرة دي عندي إيه؟ هولو بلوكس سلاب. فالهول بلوكس سلاب يعني لو كبرت الجزء ده كده، لو انا كبرت الجزء بتاع البلاطه دي كده وعايز ارسمه لوحده، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي سوليد بارت في الاول كده، تمام. بعد كده البلاطه المايله بتاعتي اهي، عندي سوليد بارت في الاول وفي الاخر، وفي النص كده عندي ايه؟ بلوكات بالشكل ده كده، هما ايه؟ بلوكات. ده شكل الايه البلاطه بتاعتي لو انا كبرت الحته الجزء ده. وبقيه الحاجات زي ما هي، عندي بلاطه، بلاطه بالشكل ده كده بترمي من تحت على الواي بيم مباشره. الواي بيم هنا اللي هي ايه؟ اللي هي الكونتينوس جيردر، هي المين سيستم بتاعي الكونتينوس جيردر. بترمي من الناحيه التانيه على ريدج بيم اللي هي 25 في 40، والبوست ترمي على بوست 25 في 50، والبوست في الآخر بيرمي على الإيه؟ على واي بيم برضه. نفس اللود باس أو مسار الأحمال بتاع المرة اللي فاتت، والمرة دي كمان عندي الإليفيشن بتاعي، الفرق إن أنا عندي إيه؟ كذا عمود، 1 2 3 4 5، 5 أعمدة عشان يشيل الإيه؟ المين جارد اللي هي بالشكل ده كده. وفوق الكلام دوت في عندي ايه؟ بوست. انا رسم طبعا باكيه واحده بس، الباكيه اللي انا بظلها بالاخضر دي، بقيه البواكي زيها مش لازم ان انا ايه ارسمهم. فانا عندي ده كده اللي هو البوست بتاعي، جنبه شباك وبوست وبوست، وجنب بينهم ايه؟ ده مكان الشبابيك بتاعتي. وبعد كده ده الايه؟ البحر بتاعي، البطاقه اسف بتاعتي اللي هي سمكها كام؟ 25 سنتي. الجزء الأسمر اللي فوق ده كده اللي متظلل ده، ده كده الكفر سلاب. وتحت الكفر سلاب فيه الإيه؟ البلوك. يا شباب احنا طبعا رسمها مرة واحدة كده، فده بيعبر لي عن الإيه؟ الهولو بلوك سلاب بتاعتي اللي هي سمكها 25 سنتي. بالنسبة لمسار الأحمال، طبعا بتلاحظ إن أنا هنا في الجزء ده كده المفروض لو أنا بقطع كده، لو أنا قاطع بالشكل ده كده هشوف إيه بالنسبة للهولو بلوكس، هشوف إيه؟ بلوك وجنبه عصا، بلوك وجنبه عصا. لو قطعت أنا في السوليد بورد في الأول خالص جنب جنب، قطعت أنا في السوليد بورد، هتبقى كل ده الجزء ده كله إيه؟ سوليد. وده اللي أنا عملته هنا، أنا رسمت هنا كله سوليد كده بحيث ما يظهرليش اي اعصاب ايه خالص. وبالتالي ده مش البلوك، يعني ده كده مش البلوك. الجزء اللي تحت ده كده اللي هو ده كده، ده عباره عن ايه؟ السوليد بارت. قطعت فيه عشان اسهل على نفسي الايه الرسم. مسار الاحمال زي ما احنا قلنا قبل كده، البلاطه جزء منها بيروح مباشره للمين جردر، الجزء الثاني بيعدي على الجي بي، بعد كده البوست، بعد كده بيروح للمين جردر.
الحسابات دي زي المرة اللي فاتت بالظبط، المسألة اللي فاتت. أنا عندي هنا 6 متر الإس، وعندي 3 متر الارتفاع البوست، المسافة دي 6.7، قلنا ده بيسلبنا حسابات دبليو تيبل زائد الكفر زائد لايف لود كوزين ثيتا. دبليو تيبل المرة اللي فاتت دي كانت عبارة عن جاما سي في تي إس. أنا عارف إن أنا وزن الهولو بلوكس ما بقدرش إن أنا أحسبه، لأن أنا عندي وزن بلوكات، وزن كفر سلاب، ووزن أعصاب، فالحاجات دي كلها في جدول كده بنحسبها إيه؟ انا فبجيب الدبليو دي من التيبل، بتطلع ب 33% وان واي، بلوك بتاعي ارتفاعه 20 سم، يبقى دي 33%. الكفر بتاعي 1/10، اللايف لود برضه 1/10، كوزاين الزاويه بتاعتي اللي هي طلعت ب 26.5، الزاويه بتاعتي جايبها منين؟ من هنا كده، اللي هي الثيتا بتاعتي، الثيتا اللي هي بتساوي تان ماينس 1 3 على 6.5. تروح على الريدج بيم 25 في 40. الريدج بيم زي ما قلنا عباره عن ايه؟ كاميرا كونتينيوس. كاميرا كونتينيوس السبورت ده على ايه؟ السبورت ده اللي هو عباره عن ايه؟ السبورت ده كده اللي هو عباره عن البوست، بالتالي البحر بتاعها هيبقى كام؟ 2.5 متر، اللي هي المسافه ما بين الايه؟ البوستس. طيب شايله ايه الكاميرا دي؟ شايله حاجتين، شايله الاون ويت بتاعها دي اول حاجه، وشايله نص ارتفاع الايه؟ البلاطه. طبعا البلاطه بتاعتي طولها كام؟ طول المايل ده اللي هو 6.7 متر، وبالتالي المسافة دي كده أو الارتفاع بتاع المستطيل بتاعي 6.7 على 2، بالتالي الحمل بتاعي دبليو على المتر الطولي هيساوي جاما سي في البي في تي اللي هو الأون ويت زائد دبليو سلاب 6.7 على 2. تعوض أنت في الكلام ده يطلع معاك الحمل بتاعك 2 طن على المتر الطولي. عايز تجيب طبعا اللي يهمك في الريدج بيم، يهمني الرياكشن، أنا مش عايز أصمم الريدج بيم، أنا بس مجرد إن أنا بجيب الرياكشن بتاعها عشان أنقله بعد كده للبوست، والبوست بعد كده ينقله للمين جولد. فأنا اللي يهمني هو الإيه؟ الرياكشن ده، ده اللي يهمني هو الرياكشن ده. الرياكشن بتاعي زي ما قلنا هو عباره عن 1/1 في الدبليو في الاسبان، 1/1 في الدبليو في الاسبان. الدبليو الايكويفلنت ده بقى المتر الطولي طلع بكام؟ 2 طن على المتر الطولي، والاسبان بتاعي طلع 2.5 متر. تعوض في الكلام ده طلع في الايه؟ في الار بتاعتك. كده تروح على المين جردر بقى. طب فين البوست؟ البوست زي ما قلنا المره اللي فاتت، البوست عباره عن لينك ممبر، بياخد الحمل ده يوديه زي ما هو، بيهمل وزن البوست، كان البوست ده مش وزن، يبقى اذا هو هياخد الرياكشن من الريدج بيم نزلها مباشره على المين جردر اللي هي واي بيم، اللي هي في الحاله دي اللي عندي كونتينوس جردر. انا عندي اهي السبورت بتاعي ده اللي هو ايه يا شباب تاني هنا كده، ده العمود، والمسافه من العمدة فرضناها كام؟ 10 متر، ده 10 10 10 10. شايلة ايه بقى المين جادر دي؟ شايلة اول حاجة الاون ويت بتاعها اللي هو الحمل ده كده، الحمل اللي تحت ده اون ويت بتاعها. شايلة ايه تاني؟ شايلة ارتفاع من البلاطة، النص التاني بتاع البلاطة. ما احنا قلنا البلاطة تتقسم وان واي على حاجتين، على الريدج بيم وعلى المين جادر، يبقى ده نص البلاطة. وشايلة الرياكشنز اللي جاية من الايه؟ من البوس. كل سبان، سبان الواحد فيه كام رياكشن؟ فيه 3 رياكشن. المرة الرياكشن اللي هو فوق السبورت ده خلاص قلنا هينزل العمود مباشرة، أي حاجة فوق العمود تنزل على العمود ايه؟ مباشرة بالشكل ده. اللي يهمني هو الايه اللي في النص، الثلاثة اللي في النص دول، الثلاثة اللي في ايه؟ اللي في كل بحر. مثلا الحمل بتاعي دبليو على متر طول او دبليو اكوبلنت بتاعي بتساوي اول حاجة اللي هو مصيف البي في تي اللي هو ايه؟ الاون ويت بتاع الكاميرا، زائد دبليو اس 6.7 على 2 اللي هو عبارة عن ايه؟ الجزء اللي جاي لها مباشرة من البلاطة، زائد 3 ار على 10 اللي هو تسييح الحمل بتاعي، 3 رياكشنات في كل 10 متر، يبقى 3 ار على 10، ده كده يديني الحمل على المتر الطولي. اتعاطف الكلام ده 2.5 5 سي البي 4/10 40 سم في 9/10 9/10 متر 90 سم، الدبليو اس 52% 6.7 على 2 3، الار بتاعي 5.5 على ايه؟ على 10، يطلع الرقم ده 4.3 طن على المتر الطولي، ودي بتطلع في حدود من 4 لحد ايه؟ لحد 5. باذن يا شباب انا في الاخر كده وصل عندي السيستم بتاعي ان انا عندي كاميرا كونتينيوس بالشكل ده كده، السبان بتاعها متساوي 10 متر، وعليها حمل برضه يونيفورم اللي هو عباره عن 4.3 طن على المتر الطولي. هعرف ارسم عليها العزوم؟ اه، تفتح الكود بتاعك او الديزاين ايدز بتاعك، تجيب العزوم على الكاميرات مش البلاطات، تفرق بين الكاميرات والبلاطات، ده العزوم على الكاميرات، يطلع معاك الحمل هنا، العزم هنا دبليو تربيع على 12، وهنا 10 12 16 و16 و10 و12، العزم الموجب في الباقي الخارجيه 12 وفي النص 16، عزم السالب بره 10 وجوه 12. يبقى اصلا اقصى عزم عندي هو كام؟ الماكسيمم مومنت طلع دبليو يولي تربيع على 10، الدبليو بتاعتي ب 4.3 في ال تربيع اللي هي 10 متر تربيع على 10، يطلع الرقم ده ب 43
طن متر. اعمل ديزاين اوف سيكشنز، انا عندي عزم بالشكل ده كده، بيشد هنا وبيضغط هنا، هنا ضغط وهنا شد، والابعاد بتاعتي 40 في 90. صمم نظرية الوركينج، الدي بتساوي كي واحد جذر المومنت على البي. دي موجودة معايا اهي، الكي واحد دي اللي انا عايزها 43 × 10^5 عشان احولها من طن متر كيلو جرام سنتي على البي اللي هي ب 40 سنتي. تحسب الكي تطلع بربع، كي اتنين كي واحد بربع، والكي اتنين تطلع 1731. تقوم جايب الارياس بتاعتك بتساوي المومنت على الكي اتنين في الدي، تطلع الارقام دي، تطلع معاك التسليح بتاعك 8 فاي 22. والشير هفرضه ايه منهم في المسألة؟ بعد كده يا شباب بس بحاول اجيب طينة روتيشن للبيتش دي. بس الشيرين شغال. اوكي انا عندي كاميرا يا شباب، كاميرا كنت طبعا القطاع ده نفس القطاع بتاع المره اللي فاتت الفريق، بس ان هو ايه الجزء بتاع البلوكات ده. انا عندي هنا في سوليد بورد، وعندي هنا في ايه في الكفر سلاب بتاعتي. بقيت التسليح بتاع القطاع زي المرة اللي فاتت ايه مختلفش، الأبعاد بتاعتي والتسليح بتاعي بتاع الجزء ده مختلفش، نفس الإيه نفس الكلام، كل ده نفس الإيه الكلام الجديد، بس زي ما قلت هو تسليح السوليد بورد وتسليح الإيه ده، وزي ما هو موجود قدامك كده. طبعا هرفع لكم الورق ده على السيستم. تمام، ده بالنسبة للتسليح بتاعي اللي هو الكروس سيكشن. بالنسبة بقى للتسليح اللي هو موجود جوه الكاميرا، طبعا عارف الكاميرا بتاعتي عندي أول حاجة نتكلم كده نخلص منها، لو عندي سيخ هنا وسيخ هنا دول إيه شرينكج، سيخين شرينكج وسيخين شرينكج، اللي هو في الكاميرا هنا 2 فاي 12 و2 فاي 12 في الكروس سيكشن، وما بتفرجش تحت. اللي بتفرج عندي بقى إن أنا عندي كل الكاميرا كل بحر زي ما قلنا 8 فاي كام؟ 22 موجب وايه وسالب، فبعمل ايه؟ بقسمهم على النصين 4 في 22 يمشوا بالشكل ده كده، اللي هم دول كده يعدوا البحر يعدوا العمود بايه بيقفوا اللي هم الجزء ده، والاربعه التانيين بايه بكسحهم بالايه بالشكل ده كده. اذا انا العزم السالب اللي هو هنا ده اللي فوق العمود ده لغايه دلوقتي اتكسح له من البحر اللي هو ده، البحر ده كده اتكسح له 4 في 22. من الناحيه الثانيه نفس القصه اهو، الحديد اللي تحت نصه عدل، النص الثاني مكسح، وبالتالي تلاقي عندك هنا جالك في العزم السالب في الجزء ده كده كام؟ 4 فاي 22 من ناحية و4 فاي 22 من ناحية، بقى كام؟ 8 فاي 22. يبقى انا كده حققت اللي انا عايزه. وطيب في النص هو الحديد ده كده لازم ايه تحط هنا حديد برضه، وهنا برضه تحط ايه حديد، فانا فرضت حديد اللي هو هيبقى هنا كده اللي هو مينيموم 4 فاي ايه 18 بس، وبعد كده ممكن تاخد ايه خط قطع عند الجزء ده كده، لان الحديد بتاعك ايه مستمر نفس الحديد بيتكرر. بدأت تفاصيل التصليح بتاعتنا بتاعت الايه الكونتينيوس جيردر. عندنا بقى مسألة تانية، هنتكلم عليها دلوقتي سبوتوس روف برضو، بس المرة دي يا شباب مع انكلايند بوست. البوست كنت بتكلم عليه في المسألتين اللي انا حليتهم معاكم لحد دلوقتي، هو عبارة كان عبارة عن vertical post، بوست رأسي. دلوقتي أنا هتكلم على نوع تاني من البوست، لما يكون البوست بتاعي مايل، غالبا البوست بتاعي بيبقى مايل بزاوية من 0 لحد 15 درجة، اللي هو الجزء ده كده. يبقى السيستم بتاعي ماشي ازاي؟ عندي أول حاجة كده بلاطة، أنا البلاطة اهي دي بلاط، البلاط دي ساندة من هنا كده على واي بيم. الناحية التانية نفس القصة، في ريدج بيم، بس ريدج بيم بتبقى مايلة شوية كده، وتحتها بوست مايل،
زي ما قلت الثيتا بتاع البوست دي الزاوية دي كده من صفر لحد كام؟ 15. لو هي صفر يبقى أنا البوست بتاعي رأسي، وأقصى حاجة ليها 15 درجة. يبقى البوست بعد كده في واي بيم تانية برضه نفس الإيه القصة، ساند على الإيه واي بيم. بس الجديد عندي هنا في السيستم ده طبعا بقيت السيستم الكاميرا الرابطة دي موجودة، والأعمدة اللي شايلة واي بيم موجودة، كل الكلام ده إيه ما اتغيرش. اتغير بس عندي هو إيه البوست بتاعي بقى إيه بقى مايل بالشكل ده كده، إنما مسار الأحمال وكل حاجة هي إيه ما اتغيرتش نفس الإيه القصة. فدلوقتي لو أنا خدت شريحة بقى دلوقتي في البلاطة نفسها، البلاطة نفسها زي ما قلت هي متشالة على إيه؟ متشالة وان واي في الاتجاه ده كده كده، متشالة على من ناحية على الريدج بيم كده، ومن ناحية تانية على الواي بيم. فلو خدت شريحة 1 متر فيه هاخد كده شريحة شريحة 1 متر، هتلاقي الشريحة دي عاملة ازاي اهي، ده شكل الشريحة في الايه في البلاطة اهي، عبارة عن شريحة بلاطة مايلة بالشكل ده. الواي بيم عشان هي كاميرا كبيرة فأنا بعتبر الواي بيم عبارة عن هنج، الريدج بيم دي بتبقى كاميرا مايلة، والكاميرا المايلة دي تحتها بوست في اتجاه معين، فهي ما بتشيلش غير حمل واحد بس في اتجاه البوست ده، الحمل اهو مايل مع الاتجاه الرأسي بزاوية كام؟ ثيتا. ايه هي ثيتا؟ ثيتا في الحالة دي اللي هي زاوية الايه؟ ميل زاوية ميل الايه؟ البوست ده كده، يبقى ده كده الثيتا بتاعتي ار ساين ثيتا، وده كده ار ايه؟ كوزين ثيتا لو انا ايه حللت يعني. بس المركبة الأفقية بتاع الرولر ار ساين ثيتا، والمركبة الرأسية ار كوزين ثيتا. طب انا عندي هنا هنج برياكشن اكيد بزاوية ايه؟ انا عندي الحمل ده موجود في النص ماشي، فالحمل ده المفروض يتوزع نصه هنا ونصه ايه هنا كده، بتاع الرياكشن الرأسي بيساوي الرياكشن الرأسي اللي هو ار كوزين ثيتا. بالنسبة للرياكشن الأفقي، الرياكشن الأفقي هنا هيبقى عبارة عن إيه؟ R sin theta. لو خدت summation f x فده R sin theta، فلازم ده يكون R إيه؟ sin theta برضه عشان يردوا على بعض، إنما R cos theta زائد R cos theta 2 R cos theta بيردوا على إيه؟ على الحمل الرأسي اللي هو جاي لي من وزن البلاطة، وجاي من اللايف لود اللي موجود على البلاطة. بعد كده يا شباب نتكلم على جزء تاني، الجزء اللي هتكلم عليه دلوقتي اللي هو عبارة عن الار بقى كوزين سيتا دي اللي هو الحمل الرأسي ده، الحمل الرأسي لو عندي دي الواي بيم ده كده، الواي بيم واي بيم بتشيل الحمل الايه الرأسي ده كده اللي هو عبارة عن ار كوزين سيتا. طب الحمل الأفقي ده يروح فين؟ قال لك الحمل الأفقي اللي هو عبارة عن R ساين ثيتا ده كده بيشيله أو بيروح للحمل الإيه؟ سوري، اللي بيشيل الحمل الأفقي هو عبارة عن الإيه؟ الهوريزونتال بيم. إيه هي الهوريزونتال بيم؟ فاكر اللي هي الكاميرا اللي إيه الرابطة دي كده؟ كده بسميها هوريزونتال بيم، بتشيل الهوريزونتال أكشن اللي هو جاي إيه في الاتجاه ده كده، هي بتشيل هوريزونتال رياكشن ده. يبقى اذا يا شباب لما احل البلاطه، البلاطه في جزء نص بيروح للريدج بيم ونص بيروح ل ال نص بيروح للريدج بيم ونص تاني بيروح للواي بيم، اللي بيروح للواي بيم بقى عندي مركبه افقيه ومركبه رأسيه، المركبه الرأسيه بتروح للواي بيم هي اللي بتشيلها، انا المركبه الافقيه بيبقى عندي هوريزونتال بيم، الهوريزونتال بيم دي بتشيلها ايه؟ هي اللي بتشيل الرياكشن الداخلي ده في حاله لو انا الواي بيم بتاعتي خارجيه. يعني ايه خارجيه؟ يعني زي دي كده بالشكل ده كده، انما في واي بيم داخليه، يعني الواي بيم دي يا شباب اللي هي دي كده بسميها واي بيم خارجيه،
وهنا كده دي بسميها واي بيم داخليه. فالخارجيه الهوريزونتال بيم بتشيلها، والخارجيه والداخليه اسف اصلا بيبقى عليها حمل من هنا وحمل من هنا، فبتلاشى الاكس مع الايه اكس، فجاي لها ار ساين ثيتا من الريدج بيم، وجاي لها اي ار ساين ثيتا برضو من البلاطه اللي جنبها. الواي بيم اللي في النص تبقى شايله البوست، الحمل بتاع البوست اللي جاي من البوست اللي هو برضه فيه ار ساين ثيتا، والحمل اللي جاي من البلاطه مباشره اللي هو برضه فيه ار ساين ثيتا، فالاثنين بيلاشوا بعض. الخلاصه اللي عايز اقوله بس شباب في الجزء ده كده، ان انا عندي الاكس كده كده في حاجه هتشيلها غير الواي بيم، المركبه الافقيه في حاجه هتشيلها غير الواي بيم. لا اللي انا عايز اشوفه دلوقتي هو الايه الار كوزاين ثيتا، وانا الكاميرا الداخليه بيبقى عندي حملين كده رأسيين، حملين رأسيين بالشكل ده كده اللي هو عباره عن ايه 2 ار كوزين ثيتا، 2 ار كوزين ثيتا. ده لو انا حاسب الار، طبعا انا اقصد بيها الار رياكشن لو انا ايه حاسب بلاطه من ناحيه ايه واحده بس. بيقول لك بقى دلوقتي ملحوظه تانيه، بيقول لك حتى لا تتولد عظوم كبيره على الاعمده، عشان مفيش عظوم كبيره تتولد عندي على الاعمده، بنربط الاعمده مع بعضها، يتم تربيط الاعمده بواسطه طاي. انا بربط الاعمدان بتاعتي بواسطه الايه طاي بالشكل ده كده، هنا في طاي 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 بالشكل ايه ده، ودي اللي هي الهوريزونتال بيم بتاعتي. دلوقتي عندي الصاله، ده كده خارج الصاله وده كده داخل ايه الصاله. قلت انا عندي فيه هوريزونتال بيم اللي انا اتكلمت عليها من شويه، الكاميرا الرابطه دي اكيد عليها احمال، فانا عشان اربط بقى الهوريزونتال بيم دي كده ما يبقاش البحر بتاعها كبير، واربطها كل مسافه كده بايه بطاي عشان يقلل البحر الهوريزونتال بيم دي. غالبا بيتم وضع الطاي ده، يتم تكرار الطاي مع كل عمود حتى لا تنتقل اكس الى الاعمده فتسبب عزوم كبيره على الايه الاعمده. اذا انا بحط الطاي، الطاي ده بيربط الهوريزونتال بيم، بحط الطاي فين؟ بحطه عند كل عمود. يعني هنا يا شباب تاني بقى عشان الموضوع يبقى واضح، انا عندي اللي هظللها بالاخضر دي، دي كده اللي هي الايه الهوريزونتال بيم، اهي الهوريزونتال بيم دي كده اللي داخل الصاله، بعمل لها طاي ايه طاي داخل الصاله بالشكل ده كده، بتربط كده عند كل عمود كده، واقوم راح ايه مربطها بطاي اللي جوه الايه الصاله بالشكل ده، عشان الاكس دي ما تتنقلش الايه العمدان وتتعمل له عزوم كبيره على الاعمده. نبص بقى مساله على الكلام ده، كنا موضوع الانكلايند بوست ده، بيقول انا عندي فاكتوري هول، صاله في مصنع ابعادها 14 في 40، وكولمز ار الاود انسايد ذا هول، مسموح لي ان احط اعمده داخل الصاله دي. تز ريكوايرد تو كفر ذا هول وذ سوتوس سيستم، عايز ان انا احط سوتوس سيستم وذ انكلايند بوست، الثيتا بتاعتي اللي هي زاوية ميل البوست بتاعي بتساوي 15 درجة. طبعا هترسم اللاي اوت بتاعك بلان سايد فيو اليفيشن، وتعمل ترسم تفاصيل تسليكي. فأنا أول حاجة اختار السيستم بتاعي، المين جيردر بتاعي اللي هي الايه الواي سيكشن، عندي مسموح بعبالة داخلية، وأنا عندي البحر بتاعي القصيرة بتاعتي 14 في 40، فانا قمت رايح فارض ان الصاله بتاعتي تتقسم نصين 7 متر و7 متر، وهحط عمودين، عمود هنا كده وعمود هنا كده وعمود هنا، ثلاث اعمده يعني تقسمها ايه جزئين، عندي ثلاث اعمده بالشكل ده. المسافه ما بين البوست انا فرضتها في المساله دي بواحد 75، والاس بتاعتي فرضتها ب 5 متر، والاس بتاعتي فرضتها ب 5 متر. بعد كده ابدا ارسم ان انا اللي اوت بتاعي، انا لما هاجي ابص كده على السايد فيو الاول، تعال نبص على السايد فيو الاول عشان ده هيوضح لي حاجات كتير. السايد فيو عندي الجزء ده الاس بتاعتي هي 5 متر، وهنا كده في خط قطع مش مكمل معايا، عندي البلاطه المايله اهي عباره عن سوليد سلاب، فرط سمكها 15 سنتي عباره عن سوليد سلاب، سمكها كام 15 سنتي، وعندي هنا الواي بيم هيت، وتحتها الايه العمود بالشكل ده كده.
وهنا نفس القصة، عندي الريدج بيم وده المظلة بتاعتي اهيت، وعندي هنا البوست تحته الايه الواي بيم الايه التانية اللي هي بالشكل ده كده كده، الواي بيم الايه التانية، وتحتها الايه العمود بتاع. فانا يا شباب لما ده بالنسبة لي السايد فيو بتاعي، وهكذا دي كاميرا الايه الرابطة معايا، هنا الواي بيم برضو التانية اهيت، تحتها العمود، وهنا الايه البوست، وهنا الريدج بيم، ودي الايه البلاطة، والسيستم بتاعي بيتكرر يعني. طب لما اجي بقى الشباب ابص كده من فوق كده هشوف ايه يا شباب، البوست الميل ده جديد بقى عن البوست لما كان راسي كنت خلاص ما بشوفوش، بشوفه عباره عن ايه قطاع بس، قطاع البوست بس. لكن دلوقتي لما اشوفه هو ميل كده، انا هشوف الايه الجزء ده هنا زي ما انا قلت في شباك، في ايه شباك بالشكل ده كده. فانا هبدا ان انا اشوف الايه الشباك ده عندي في البلان، فده هتلاقي ده الجديد عندك في الايه في البلان. اول مين سيستم اللي هو ده كده مفيش فيه اصلا بوست ولا شبيك ولا اي حاجه، انما تاني مين سيستم اهو ادا المين سيستم، وادا البوست هشوفها كده اسقطها، ده الاسقاط بتاع البوست بالشكل ده كده، وبين البوست وبعضها في ايه الاسقاط بتاع الايه الشبابيك بالايه بالشكل ده. طب اسقاطها في المسخ الافقي بكام؟ قال لك الشباك اهو ده كده الايه الابعاد بتاعتي يعني. ده عندي الاس بتاعتي اللي هي بكام؟ بخمسة متر، والجزء لما جيت انا حسبت طبعا زاوية الميل دي، المفروض ان انا عندي المستطيل بتاعي المثلث بتاعي لو البوست راسي اهو هيبقى كده، انما ده مش ده اللي حصل، البوست بتاعي ما ايه مايل بالايه بالشكل ده كده، البوست بتاعي يبقى مسافة كده، المسافة اللي انا عاملها بالاخضر دي المسافة دي كده هي دي اللي تبقى في المسقط الايه الافقي، اللي هي طلعت معايا لما حسبت الجزء ده كده طلعت 53 من 100 متر، اللي هي سميتها انا اكس، الاكس دي هي الاسقاط بتاع الايه بتاع البوست، طلعت ب 53 من 100 ايه متر، يبقى هي المسافة دي كده اللي هي الايه الاكس، اللي هو الاسقاط بتاع البوست والشبابيك في المسقط الايه الافقي. بقيت الرسمه مفيش فيها حاجه جديده زي الايه المره اللي فاتت بالظبط، وهنا نفس الايه القصه. عندي هنا بلاطه، وعندي هنا تحتها في ريدج بيم، وتحت الريدج بيم في البوست هنا كده اهي، البوست ما بينها وبين بعضها ايه شبابيك بالشكل ده. الارتفاع ده كده يا شباب في المسقط ده عباره عن ايه؟ عباره عن المسقط الرأسي بتاع الايه؟ بتاع البوست، اللي هو عباره عن كام اللي هو الارتفاع ده كده، ده اللي هو المسقط الرأسي بتاع الايه؟ البوست. انا فرضت في المسألة دي باتنين ونص ايه متر، اللي هو نص ارتفاع الايه؟ نص الاس. بعد كده تحت الكلام دوت في تحت البوست في عندي المين جردر اهي، دي كده المين جردر اهي، والمين جردر زي ما قلت عند كل عمود انا مربطها بايه بطايب الايه بالشكل ده كده، وتحت الطايب في او تحت المين جردر في الايه الاعمده بتاعتي، ده شكل الايه شكل الاليفيشن بتاعي. فالحل بتاعي كده انا رسمت اللي اوت، ابدا انا في الحل بتاعي أول حاجة مسار الأحمال، كنت زي ما قلت البلاطة بتاعتي الحمل فيه جزء بيروح للمين جدر مباشرة، وجزء بيعدي على الريدج بيم والبوست، وبرضه يروح للإيه؟ المين جدر. فاحسب دبليو سلاب جاما سي في التي اس زائد الكفر زائد اللايف لود كوزين سيتا، تقعد في الكلام ده يطلع معاك الحمل 56% طن على المتر المربع. فأنا أول حاجة هاخد شريحة من البلاطة زي ما قلت، شريحة البلاطة اهيت، جزء المايل منها زي ما قلت الجزء المايل ده المفروض الاس بتاعتي كانت كلها بخمسة اي متر، شلت منها 53% متر اللي هو الاكس بتاعتي اللي هو الاسقاط بتاع البوست، يبقى اذا بقى البلاطه بتاعتي هيبقى طولها عباره عن 4 47% متر، ده الاسبان بتاعي على المايل، لو محسوب ده على المايل طلعت ب 4.9 وعليها حمل كام؟ 56 من ايه؟ من مايل. اول حاجه هجيب الرياكشن الرأسي، الرياكشن الرأسي جاي منين؟ جاي نتيجة الحمل ده،
الرياكشن الرأسي اللي هو عبارة عن 56% في 4.9 على 2 يطلع 1.37. يبقى هنا برضه نفس القصة، الرأسي بتاعي كام؟ 1.37. أنا عارف إن الرأسي ده اللي هو عبارة عن كام؟ أور كوزين ثيتا، صح؟ فأنا عايز أجيب الرياكشن اللي هو أر بقى نفسه المايل ده، فأقول هو عبارة عن 1.37 دي عبارة عن أر كوزين ثيتا على كوزين ثيتا اللي هي بكام؟ ب 15. يطلع معايا الرياكشن المايل ده ب 1.42. فإذا الرياكشن الأفقي هو عبارة عن 1.42 ساين 15، يطلع معايا ده ب 37% طن متر. يبقى ده كده 37% طن متر، وده كده نفس القصة 37% طن متر. وبكده يبقى أنا حليت الشريحة بتاعت الإيه؟ البلاطة. بالنسبة للرياكشنز الرأسية هتروح للواي بيم. طب والرياكشن الأفقية؟ قلت خلاص بالنسبة عند الواي بيم إيه؟ بتتلاشى، بس أنا بحط لها إيه؟ بحط عندي هوريزونتال بيم. الهوريزونتال بيم دي سبورتد كل مسافة على طاي على طاي، وبالتالي أنا لازم إن أنا إيه؟ أشيل الرياكشن الأفقي ده أشيله للهوريزونتال بيم. بما إن الواي بيم مش هتشيله، لا هتشيله هوريزونتال بيم، فعشان تشيله لازم أحط لها الإيه؟ طيب بتاعها ده. فأنا عندي ايه الهوريزونتال بيم اهي بالشكل ده كده، اللي هي بعد كام؟ 7 متر وسبعة ايه متر، وسبورت عند كل عمود بكام؟ بايه طاي؟ بالايه؟ بالشكل ده كده. القوة في الطاي تي بتاعت الطاي بتساوي 37% في 7 بتساوي 2.6 ايه من 10 طن. ليه في 7؟ لأنه واخد إيه من كأن الطاي ده شايل من السنتر لاين لإيه؟ السنتر لاين بالشكل ده كده. أنا عايز أجيب الأري إس بتاع الطاي، هتساوي كام؟ هتساوي تي 2.6 في 10 أس 3 عشان أحول الكيلوجرام على الإف إس. الإف إس بتاعتي في المسألة دي كانت بإيه؟ ب 2000، اللي هي بتاعت حديد 3600. يطلع معايا الأري إس 1.3، أنا استخدمت 4.16، وده شكل القطاع 2.16 تحت و2.16 إيه فوق. ده بالنسبة للقطاع بتاع الإيه؟ الطاي. كده انا صممت الايه الطاي عشان يشيل الهوريزونتال كومبوننت. طب بس في هنا بس جزء بس انا قلت عليه غلط، هو لما كنت بتكلم عن موضوع الطاي ده، هو الهوريزونتال بيم انا قلت هنا، ما كنت شغال هنا كده، مسحت الكلام ده كده شوية. طب بس الهوريزونتال بيم مش هي دي يا شباب، الهوريزونتال بيم انا قلت في الحتة دي كده، الهوريزونتال بيم هو هي القمر اللي هي ماشية دي كده، دي كده اسمها هوريزونتال ايه بيم. الهوريزونتال بيم دي بربطها بايه؟ بطاي. يعني دي كده دي الهوريزونتال بيم، وده كده اللي هو الايه الطاي بتاعي. وبالتالي ايه هو ده شكل الايه الهوريزونتال بيم اللي هتبقى واخده ايه ال شورت بتاع الايه، واخده ال شورت بتاع الصاله بتاعتي، وعندي طاي كل ايه كل عمود يعني كل 7 ايه متر بالشكل ده. كده انا صممت الايه الطاي بتاعي. الريدج بيم تصميمها عادي خالص، في شويه في اي مشكله خالص، 25 في 40، شايله القنوط بتاعها وشايله نص البلاطه 4.9 على 2. تحسب الدبليو على الريدج اللي هو مصيف البي في التي، زائد الدبليو سلاب في 4.9 على 2 اللي هو ارتفاع الحمل اللي رايح للريدج بيم اللي هو نص البلاطه يعني، يطلع 1.6 طن على المتر الطولي. تحسب الرياكشن بتاعك 1.1 في الدبليو 1.75%. ايه هي 1.75%؟ السبورت ده اللي هو الايه؟ البوست، والمسافة من البوست أنا فرضتها 1.75%، قريبة من 2. حد يقول أنا كنا بنقول نفرضها من 2 لحد 3 متر، 1.75% قريبة من الإيه؟ من الإتنين، بس أنا عشان البعد عندي هنا 7 متر، بعد صغير شوية، ففرضتها برقم إيه؟ صغير شوية. فتحسب الرياكشن بتاعك 1.1 في الدبليو في 1.75، يطلع الرياكشن بتاعك 3.8 طن. المنجر بتاعتي 40 في 70، شايلة ايه الاونويت بتاعها جنب مصيف البي في تي، شايلة حمل من بلاطة 4.17 على 2، وشايلة الرياكشنز اللي جاية من الايه؟ من
من الريدج بيم، والريدج بيم طبعا هتنقلها للبوست، والبوست قلت هو عباره عن لينك ممبر، بياخد الرياكشن من الريدج بيم ويوديها على طول على المين جاردر. فعايز اجيب ده بيكوفلنت جاماسيف البي في تي اهي، ده بيسلاب في 4.19 × 2 الحمل اللي جاي من البلاطه مباشره، زائد كل بحر فيه كام؟ فيه 3، ده يروح للعمود مباشره، ده يروح للعمود مباشره، ده يروح للعمود مباشره، كل بحر فيه كام؟ فيه 3 رياكشن، و3 ار على 7 اللي هو السبان، طلع لي الحمل بتاعي 3.4. يبقى انا عندي دلوقتي المساله بتاعتي اتحولت في الاخر الى كاميرا 2 سبانز، السبان بتاعها 7 متر، الحمل بتاعها 3.4 متر، العزم بتاعها هنا دبليو تربيع على 9، وهنا دبليو تربيع على 11. جبت الكلام ده منين؟ من الديزاين ايدز، العزوم دي جايبها من الديزاين ايدز. طلع العزم هنا 18.5، والعزم هنا بكام؟ ب 15. ديزاين ايدز الجزء بتاع الكاميرات بتحسب عن طريقه الايه؟ العزوم بتاعتي. فكده اعمل ديزاين اوف سيكشنز، الكلام بقى متعاد. سيكشن 40 في 70 اري عزم هتحسبه عادي، تحسب المومنت كي 1 3.10 كي 2 اري اس بتساوي المومنت على كي 2 في الدي بتاع 16 سنتي. ما انا استخدمت 8 في 16 توب اند بوتوم. تفاصيل التسليح بتاعتي مفيش فيها اي اختلاف خالص، نفس التفاصيل بتاعتي. كاميرا كونتينيوس بالعكس هنا اسهل شويه، لان دي كاميرا كونتينيوس اي بحرين بس، مره كان كذا بحر في المساله اللي فاتت. وده شكل الايه؟ التسليح بتاعي بتاع البلاطه وبتاع الايه الكلام ده، كلام ايه متعاد من الورق ده هرفعه لكم، يعني مفيش فيه اي دي. بس في هنوه بس على حاجه كده، وانا كده هرفع لكم الورق ده. في اخر الورق في عندي كان 3 اسئله نظري كده، بيقول لك ارسم التفاصيل كامله بتاعت 6 صروف. يعني ايه 6 تفاصيل كاملة؟ يعني البوست، تفاصيل تسليح البوست، تسليح البلاطه، تسليح الواي بيم، تسليح الهوريزونتال بيم، تسليح كل حاجه في ال6 صروف في 3 حالات. الحاله الاولانيه لو الاس بتاعتي اقل من او يساوي 5 متر، الحاله الثانيه لو الاس بتاعتي، يعني انا اعمل هنا ايه وان واي سوليد سليب، الاس بتاعتي من 5 ل 8 متر، يعني اعمل ايه وان واي هول بلوك سليب. 3 لو الاس بتاعتي اكبر من 8 متر، يعني اعمل ايه هنا؟ هتعمل سكندري بيمز، وتعمل البلاطه بتاعتك 2 واي، ما تعملهاش 1 واي. فده هو الحل بتاع السؤال ده. ممكن تبصوا على التفاصيل بتاعت الايه الجزء ده اللي هما الصفحات اللي موجودة فين في الآخر دي. تمام يا شباب، وبإذن الله يعني نلتقي بقى سيكشن كده. موضوع السطوس كده انتهى، وهنبدأ المرة الجاية في موضوع الفريمز. السطوس باقي فيها جزء كده في الآخر، لما هنتكلم بقى على الفريمز، ونتكلم على الأرش جاردر، ونتكلم على الفرانديك جاردر، هرجع لنا السطوس تاني. احنا هندرسهم اول حاجه كل الحاجات دي على بلاطات افقيه عادي خالص. بعد ما نخلص الكلام ده هنرجع بقى نركب السطوس، نجيب السطوس نركبه على الفريم، ونركبه على الارش جردر، ونركبه على الفرنديل جردر. فيبقى موضوع لذيذ ان شاء الله. السلام عليكم.